السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد، أيها المسلمون، فهي العشر الأوائل من رمضان قد انتهت، فنحن نعيش في العشر الوسطى من هذا الشهر الكريم بعد انتهاء هذا اليوم. والنبي عليه السلام يقول: رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فمن هذا المنطلق نتحدث عن أمرين عظيمين ونحن مقبلون على أواسط شهر رمضان. الأمر الأول هو نداء من الله، طمأنينة من رب العالمين إلى فئة من عباده، نداء رباني عظيم. في
تعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إنه نداء عظيم، إنها بشرى وطمأنينة من الله إلى الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي واستغرقوا بها، وجاءهم الشيطان لكي يجعلهم يقنطوا وييأسوا من رحمة وغفران الله ويستمروا في الذنوب والمعاصي. يناديهم رب العالمين: نحن نعيش في شهر رمضان ونسمع هذا النداء العظيم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبعد هذه الآية الكريمة نتحدث عن أمر عظيم، ينادينا رب العالمين ويفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب التوبة وأبواب الغفران. فشهر رمضان أوسطه مغفرة، فسارع أخي المسلم إلى أن تجدد العهد مع الله، وأن تفتح صفحة جديدة، وأن تجعل قلبك مستعدا من جديد. سارع إلى التوبة، سارع إلى الاستغفار، فأنت في فرصة لا تعوض. أنت تعيش في أيام وليال مباركة تمر بسرعة، فسارع إلى مغفرة، سارع إلى توبة، سارع إلى عمل صالح يقربك من الله. بدل سيئاتك بالحسنات، اجعل حسناتك تذهب السيئات. سارع إلى توبة إلى الله. فالله تعالى ينادينا جميعا، ينادي المذنبين، ينادي العصاة، ينادي عباده جميعا. باب التوبة مفتوح، وشهر رمضان هو شهر التوبة والغفران. أخي المسلم، هل يليق بواحد منا أن يأتي شهر رمضان وينتهي وهو ما زال قائما على الذنب الفلاني؟ هل يليق بمسلم أن يزوره شهر رمضان من دون أن يتوب عن الذنب وأن يرجع عن الذنب ويبدل سيئاته بالحسنات؟ كيف يمر عليك الشهر الكريم وينتهي وأنت ما زلت ترتكب تلك الذنب، أو ما زلت مقصرا في حق من حقوق الله، أو ما زلت قاطعا للرحم، أو عاقا للوالدين، أو محاربا ومقاطعا لأخيك المسلم، أو ظالما للبشر، أو مقصرا في صلاة أو في عبادة أو في ركن من أركان الإسلام؟ شهر رمضان هو الشحنة السنوية التي تذكرك بالله. فابدأ أخي المسلم من الآن، لا تنتظر إلى الغد، فأنت لا تضمن المساء. بادر وسارع إلى التوبة، تب إلى الله من الذنب الفلاني، من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وإياك أن تكون مصرا على الذنب. الإصرار على الذنب مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة تبعدك عن رحمة الله. إياك أن تصر على ذنب أو على معصية أو على تقصير في الواجبات الشرعية وفي أداء الواجبات المفروضة عليك. التوبة من الذنب هي أن تجلس جلسة بينك وبين الله،
تستغفر الله تعالى من الذنب وتندم على فعله وتعاهد رب العالمين بألا تعود إلى هذا الذنب. فلذلك تنطبق الآية الكريمة: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إياك أن تصر على الذنب، إياك أن تكون مصراً على الاستمرار في ارتكاب الذنب الفلاني. هذه هي التوبة: الاستغفار، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، وعدم الرجوع إليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه طمأنينة ربانية إلى عبده العاصي أو مرتكب الذنب إذا أراد أن يرجع إلى ربه، فالله تعالى يفرح بتوبة العبد. فاحرص أخى المسلم وسارع إلى توبة النصوح، آن الأوان لأن نهجر الذنوب والمعاصي، فالصغيرة إذا أصررت عليها تحول وتصبح كبيرة، والإصرار على الذنب فيه فحش ومصيبة كبيرة بالنسبة للمسلم. وذنوب أخي المسلم تنقسم إلى قسمين: الذنب الذي بينك وبين الله فالله تعالى يغفر لمن يشاء، ولكن إذا كان الذنب والتقصير بينك وبين البشر، إذا كنت ظالما لأحد أو مقصرا في حقه أو آكلا لحقه، سواء كان حقا ماديا أو معنويا، فأنت أمام ثلاثة خيارات: إذا كنت مقصرا وظالما لبني آدم ظلما ماديا أو معنويا، فأنت أمام ثلاثة خيارات: إما أن ترجع الحق إلى صاحبه، وإما أن يسامحك الشخص مسامحة من دون خوف أو خجل عن طيب نفس، وإما أن تدفع له من حسناتك يوم القيامة. اختر ما يناسبك: إما أن ترجع الحق إلى صاحبه، وإما أن يسامحك صاحب الحق مسامحة عن طيب نفس، وإما أن تدفع له من حسناتك يوم القيامة. وإذا فنيت الحسنات يطرح عليه من سيئاتهم، ثم تطرح عليه، ثم يطرح في النار. إياك وحقوق بني آدم، إياك أن تظلم بني آدم، إياك أن تقطع الرحم، إياك أن تعق الوالدين، إياك ألا تعدل بين الأبناء، إياك وحقوق بني آدم. هذه هي التوبة، وهذه هي شروطها وأنواع الذنوب، وكيف تخرج وتنقذ نفسك وأنت تعيش تحت ظل الرحمن في شهر كريم، شهر الرحمة والغفران. وأما الأمر الثاني ألا وهو الزكاة، فالمسلم إذا بلغ ماله النصاب المحدد عليه أن يسأل أهل العلم إن كان لا يعلم، وأن يسأل الفقهاء، وأن يتابع مجالس العلم، وأن يسأل المفتين. فإذا وجبت عليه الزكاة عليه أن يدفع الزكاة، والزكاة والصدقات في رمضان يضاعف أجرها كثيرا، لأن الفقراء في هذا الشهر الكريم بأمس الحاجة إلى المساعدة
أكثر من أي وقت مضى. وحين يدفع المسلم الزكاة ليس لأنه كريم، إنما هو حق للفقراء جعله الله بين يدي الأغنياء، فهو امتحان للغني والفقير. هل يصبر الفقير على فقره؟ وهل يشكر الغني على غناه؟ إنه اختبار رباني عادل حين فضل بعضنا على بعض في الرزق. فالغني الذي وجبت عليه الزكاة عليه أن يدفع الزكاة ويكثر ويبادر في دفع الصدقات ومساعدة المحتاجين والمساكين والأيتام والأرامل وكل جهة تحتاج إلى المساعدة. فكلما أعطيت الإنسان الأكثر حاجة نلت نصيبا أكثر من الأجر والثواب. نعم أخي المسلم، إنها رسالة، رسالة تصل إلى بعض الفئات في المجتمع الذين يلقون الطعام في الحاوية ويمنعون الزكاة، وهناك أناس يتمنون أن يرون ذلك بأعينهم. رسالة تصل إلى الذي يمنع الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام. إن أموالك لا تنقص من الزكاة ولا تنقص من الصدقة، فالله تعالى يبارك في المال المزكى ويحفظه. وكما ذكرنا في الدرس، سوف تسأل يوم القيامة عن هذا المال: هل أديت الحقوق؟ هل دفعت الزكاة؟ هل ساعدت الفقير؟ الذي يملك يعطي الذي لا يملك. هكذا مجتمعنا الإسلامي، هذه هي الفكرة، وهذان الأمران العظيمان: التوبة إلى الله والزكاة ومساعدة الفقير والمحتاج في شهر رمضان. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن سادتنا وأئمتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أعد الإسلام غيبته للمسلمين أعزهم يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام وقيام شهر رمضان المبارك الكريم. اللهم فك أسر المأسورين وأحصد خلاص المسجونين، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا، إلى الخيرات كلها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة.